انتبهوا جيدا، نحن على وشك الوصول إلى المكان الذي ستجري فيه أحداث الاختبار الأخير. انتبهوا يا سادة، الامتحان الأخير سيكون نزال رجل لرجل. أصغوا، فالتعليمات مهمة. ها هي. مستحيل، شخص واحد فقط. شخص واحد فقط. ما رأيكم؟ لم تتوقعوا خطة كهذه، أليس كذلك؟ هذا ظلم كبير، شخص واحد فقط، نحن 9 مشتركين. كورابيكا سيواجه هيسوكا في أول لقاء؟ معقول؟ هيا يا بطل، هيا كن حريصا على الفوز، عليك أن تخرج ذلك الرجل من السباق. سأفعل، اعتمدوا علي. يبدو أنكم لم تفهموا جيدا، استمعوا إلى كلامي. هناك أمر يجب توضيحه، يجتاز الامتحان الأخير من يفوز مرة واحدة، أي إن الفائز سيضمن نجاحه، أما الخاسر فعليه أن يلاقي خاسرا آخر، وبذلك نستنتج أن الشخص الذي يصل إلى قمة المخطط هو الخاسر الذي عليه أن يخرج من هذه المرحلة. سيد نيترو، إذن هناك شخص واحد سيغادر. صحيح، وبهذا تلاحظون أن لكل مشترك أكثر من فرصة للبقاء. رائع، لقد أرحت أعصابي، ليتك قلت هذا من قبل. ها؟ كورابيكا، لا مشكلة إن خسرت اللقاء إذن، ما رأيك؟ أنت لم تفهم أصول اللعبة، يبدو لي أن الأمر ليس سهلا كما تظن، وسوف تدرك هذا. اسمعوا، سأصغي إلى أسئلة المشتركين في وقت لاحق، أما الآن فدعوني أخبركم بأسماء المشتركين في كل جولة، أرجو أن تنتبهوا على ما أقول جيدا. الجولة الأولى، اللقاء سيجمع السيدة هيسوكا مع المشترك الذي يحمل الرقم 404 وهو السيد كورابيكا، والجولة الثانية لقاء يجمع ما بين السيد جون والمشترك الذي يحمل الرقم 264 وهو السيد هانزو، أما الجولة الثالثة فهي مواجهة تجمع الخاسر في الجولة الأولى مع السيد بودورو. تفضلوا، يمكنكم توجيه الأسئلة. لديه سؤال، فالسيد نيترو يستمع. معظم هذه اللقاءات غير متكافئة. ربما كنت على حق، خطتي معتمدة على النتائج التي حققها المشتركون في الاختبارات السابقة، أي إنني تعمدت أن تكون لصاحب الإنجازات الأفضل فرص أكثر لاجتياز الامتحان الأخير. لا يزال كلامك غامضاً. ماذا؟ سيد نيترو، ما الذي يتمتع عليه في تقييم المشتركين؟ إنه سر. سر؟ تقويم المشتركين أمر يخص اللجنة وحدها، ولن نستطيع البوح بكل شيء. سأحدثك عن الأسلوب الذي اتبعناه. يعتمد تقويمنا على 3 أمور رئيسية: القوة الجسدية، ثم العامل النفسي، أما العامل الثالث فهو رأينا. القوة الجسدية نقصد بها سرعة المشترك ومرونة جسده إلى جانب قوة الملاحظة لديه، أما العامل النفسي فنقصد به قدرتكم على الاحتمال ومواجهة الظروف إلى جانب فهم ما يحدث من حولكم من أمور غامضة. التقويم مدروس بعناية. يبدو ذلك. وماذا بعد؟ ما قلته يعتمد على الملاحظات فقط، فجميع المشتركين حملوا الصفات السابقة ووصلوا إلى المرحلة الأخيرة، وهنا يأتي دور الأمر الثالث، وهو رأيكم. ما تتركونه في نفوسنا إشارات خاطفة نعتمد عليها في تقويم موهبتكم، إنه عملنا، يجب على المشترك أن يكون موهوبا حتى يصبح صيادا. تكتشفون موهبتنا في الصيد؟ ولا تنسوا أننا نراقب أداء كل منكم مراقبة دائمة، هذا كل ما في الأمر. ما بك؟ لا شيء يا جون،
نتائج الامتحان تؤكد لجون أنني صياد محترف، فهل سيغير رأيه إن اعتمد على الموهبة في تقويم عملي؟ الامتحان ليس سهلا كما قال. مشكلة كيلوا أنه يفتقر إلى الأثر الذي يتركه التأثير النفسي. هل لدى أحدكم أي سؤال مختلف؟ أجل، كيف سنتواجه؟ هل هناك أسلوب معين؟ لا، لن نعتمد على أسلوب واحد. يمكنك اختيار الأسلوب الذي تتقنه، وليس هناك قواعد معينة نعتمد عليها، ولكن يكون الفوز من نصيب من يجبر خصمه على الاستسلام، وسيستبعد من يؤذي خصمه بضربة خطيرة. انتبهوا لهذا جيدا، مفهوم؟ يبدو أن ذلك الرجل راض تماما. هل من أسئلة أخرى؟ سيد نيترو تفضل. شكرا لك. خضع عشرات الآلاف من المشتركين لهذه الاختبارات، ولم يصل منهم إلى المرحلة الأخيرة سوى المشتركين الأقوى والأكثر شجاعة. اسمحوا لي أن أقدم لكم خالص احترامي وتقديري، والآن لم يبقى كثير من الوقت لتصبحوا أعضاء في رابطة الصيادين التي أترأسها. أرجو لكم أن تحققوا هذا الحلم، والآن استعدوا لبداية الامتحان. مرحبا، نحن هنا بصفة شهود على اللقاءات. أنا أدعى لويس. على السيد هيسوكا أن يستعد. أما الطرف الأخير في اللقاء الأول فهو صاحب الرقم 404. تفضل. تشجع. أجل، سأفوز عليه. فكر في الأمر مليا يا كورابيكا. من الصعب عليك أن تقدر ما أعنيه. يكفيني القول إن الاختبار الأخير يمثل تحديا، ويجب علي الخروج منه بأمان. لست جبانا حتى أتهرب من مواجهة المشترك الأقوى. هل فهمت قصدي؟ نعم فهمت، فهمت تماما. المهم ألا يصل هيسوكا إلى مبتغاه. لا تخف أبدا، كورابيكا هو الفائز، أنا واثق. أرجو ذلك، لكنني أخشى من المفاجآت. هيسوكا شخص مغرور جدا، كما أنه يعتمد على سلاح الحيلة. متى يحين موعد الطعام؟ استعد. هيا انسحب. لا يزال الوقت مبكرا على تلك الكلمة يا هيسوكا. أحسنت، أحكم قبضتك جيدا حتى لا تفقد سلاحك. كورابيكا، ستعتمد على أسلوب الهجوم بسيفين، احذر. لحظة، يجب علي استخدام سلاحي كاملا مثلك تماما، وإياك أن تفقد أحد السيفين حتى لا تخسر. أمسك بسلاحي جيدا، هيا انهض. فلنبدأ. هيا كورابيكا انتبه. لا عليك يا جون. رائع، سرعتك مذهلة. مقاتلان رائعان. كورابيكا كن حذرا. كورابيكا أرجوك لا تخاطر بنفسك إن لم تكن واثقا. يبدو لي أنهما قد تعارفا حق المعرفة، فكل منهما يدرك ما يجول في خاطر الآخر ويعتمد على ذلك أيضا. من الصعب تحديد الفائز. مستحيل، من يفوز يا ترى؟
الطعام ماذا حل به يا ترى؟ هيا ابدأ. هل سيبدأ هيسوكا بشن هجومه الكاسح؟ ألم يجد الحيلة المناسبة بعد؟ أنت اسمعني، عليك التفكير في هذه الكلمة. قلها. لا بأس. خاسر، هذا كل ما لدي. اهزمني إن استطعت. ما رأيك؟ كورابيكا، ما الذي يحدث؟ يبدو قلقا. إنه ها؟ أتهرب؟ توقعت ذلك بعد سماع الصوت. ما رأيك؟ أنا لا أعتمد على الحيلة، بعكس ما يظنه الجميع. كل ما هنالك أنني أعتمد على المنطق العلمي. لم تكن البطاقة الأولى سوى خدعة عادية، اعتمدت على تحليل الموقف بدقة وسرعة. سنفقد متعة المشاهدة إن استسلم. اصمد يا كورابيكا. فكر ملياً أرجوك، لست مجبراً على المتابعة. لا ترهق نفسك، ادخر قوتك إلى الجولة القادمة. كورابيكا. حسناً حسناً، أنت لا تفكر في الاستسلام. وأنت أيضاً عليك أن تصغي إلي جيداً. لا أنكر أنني أشعر بالأسف لأنني فقدت سيفي، ولكنني قادر على تعويض خسارتي بشجاعتي. جيد، فلنبدأ. هيا. لن تهزمني. كورابيكا، ماذا فعلت يا هيسوكا؟ ألا تعلم أن الضربة المؤذية قد تبعدك عن الاختبار نهائيا؟ من قال لك أنني وجهت إليه ضربة مؤذية؟ كما أن خصمي قادر على الانسحاب في أي لحظة. كورابيكا، هذا يكفي، توقف. ابقى هادئا، لا تزال تملك فرصة الفوز. كورابيكا، لا تتعب نفسك. ماذا تقول؟ لا يمكنه متابعة نزال كهذا، خصمه لا يأبه للقانون. لن تستطيع تغيير رأيه، ولا تستطيع إلا أن تشاهد فقط. إذن أنت لا تفكر في الاستسلام؟ أبدا. هل تفكر في إجباري على القضاء عليك؟ تحاول إثارة غضبي كي يوجه إليك ضربة مؤذية كي يستبعدوني، ولكن شيئا من هذا لن يحدث. ليكن في علمك أنه ما من طريقة تجبرني على الاستسلام أمام خصم ضعيف. فكر في كلامي. بل ستستسلم أيها العنيد. أجل، سأتابع هذا العراك حتى لو فقدت سيفي الثاني. ها.
أنت تزداد قوة، أنا أعترف بذلك. أخشى أنني سأفقد صوابي بسببك وسأتجاهل القانون. قد لا أبالي بنتيجة الامتحان الأخير. هيسوكا! ماذا؟ كورابيكا! ضربة رائعة يا بطل كورابيكا، أحسنت. مذهل. الآن بدأت المشكلة. هيا يا هيسوكا، ما بك؟ لم يمضي سوى نصف هذه الجولة فقط. يجب ألا أتسرع، ألا أتسرع. كأنه شخص آخر. احذر منه. ماذا تفعل؟ هيسوكا، هل قررت الانسحاب؟ بل إنني أعترف بهزيمتي. ها؟ لي الحق في جولة ثانية، أليس كذلك؟ نعم، بلى، لك ما تشاء. الرابح هو كورابيكا بسبب انسحاب خصمه. فاتني ما حدث في آخر مشهد، لكن كورابيكا فاز أخيراً. نعم فاز. فاز كورابيكا وسيحمل لقب الصياد. صحيح. ما الذي حدث قبل أن يعلن هيسوكا استسلامه؟ ماذا قال يا ترى؟ كان المشهد الأخير رائعا، مع أنني لم أفهم ما حدث. ألم يحن وقت الطعام بعد؟ سيبدأ النزال الثاني بعد 30 دقيقة. على المشتركين أن يعودوا إلى هذا المكان في الوقت المحدد. انصرفوا الآن. بما همس هيسوكا في أذنك قبل انسحابه؟ العنكبوت. ماذا؟ أنا أعلم كل شيء عن العنكبوت. العنكبوت هو رمز جماعة جيني ريودان، والناس المقربون منهم يشار إليهم بهذا الاسم. لم أخبره عن هذا الأمر من قبل، لكنني واثق بأنه يعلم ما يربطني بذلك الرجل. ولكن يا كورابيكا ربما كان أحد أصدقائه. يستحيل أن يصادق ريودان شخصاً مثل هيسوكا. لست واثقاً، لكنني بدأت أشك في صحة هذا الأمر. سيبدأ النزال الثاني بعد دقائق، عودوا إلى المكان المحدد من فضلكم. لا بأس يا كورابيكا، المهم أنك الفائز. لقد نسيت ذلك تماماً. ما بك يا صاحبي؟ ألست سعيداً بنجاحك؟ انتزعت لقب صياد عن جدارة. ولكنني مع ذلك لا أشعر بالسعادة. ها؟ انسى الأمر. ها؟ اعذرني، ربما كان علي أن أعمل بنصيحتك وأنسحب في بداية النزال. لقد كان خطيرا جدا. أثبتت للجميع أنك تستحق اللقب، وهذا هو الأهم. المغامرة ضرورية في بعض الأحيان. كان تصرفك موفقا جدا، هنيئا لك الفوز. إن قلقي يزداد كلما تذكرت جون. معك حق. حان الوقت لأواجهك. أجل، ولن تجدني سهلا. سيبدأ النزال الثاني بعد لحظات. يسرني أن أكون شاهدا على هذا النزال. أذكر الجميع بأن السيد هانزو والسيد جون هما الطرفان في النزال.
علي أن ألحق بكورابيكا، لطالما انتظرت هذه الجولة. مستعدان؟ واحد، اثنان،